يستقبل الرئيس السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وشدد مدبولي على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرفة التجارية والمصنعين، وهي المسؤولة عن إعلان الأسعار وتحديثها. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني. وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور، منها آليات تطوير العمل النقابي العمالي في مصر وأطر زيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية وقياس الأثر التشريعي لقانون التنظيمات النقابية، بجانب آليات العمل على تطوير الكادر النقابي العمالي لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره. وذلك بحضور عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب النائب عمرو حجاج، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، وخبير التدريب النقابي صلاح الأنصاري، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس. قال ممثل منظمة الصحة العالمية بأوكرانيا يارنو هابتشت إن 10 ملايين شخص أو نحو ربع سكان أوكرانيا قد يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الصراع في بلادهم، وتشمل الحالات الأكثر حدة اضطراب ما بعد الصدمة الناجمة عن أحداث مؤلمة. وأضاف إن أمراض الجهاز التنفسي ستزداد مع الطقس البارد ونقص التدفئة وكذلك حوادث السيارات لعدم وجود إضاءة في الشوارع. حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره حرس الحدود ب4 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الممتاز، وافتتح يوسف أسامة نبيه أهداف المباراة في 15 قبل أن يسجل أحمد مصطفى زيزو الهدف الثاني في 55 من زمن اللقاء، وسجل محمود عبد الرزاق شيكابالا 3 أهداف المباراة في 79 من زمن المباراة، واختتم زيزو أهداف اللقاء في 88. وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش ثم بيراميدز ثم البنك الأهلي وأخيرا أمام حرس الحدود. في الصالون السياسي الثالث لحزب مستقبل وطن وعلى مدار أكثر من 3 ساعات متواصلة مناقشات وحوارات هادفة تحت عنوان وسائل تحفيزية للاستثمار السياحي. الصالون بيتكلم عن تحفيز، كيفية تحفيز الاستثمار السياحي في مصر. ابتدت بقامات في خبرات كان لازم يكلمونا عن خبراتهم والمشاكل اللي بيواجهوها، فكان لازم أطلع أجيب السبب الحقيقي من أرض الواقع مش من كلام ولا إنشاءات. الناس دي هتتكلم عن مشاكلها، بوصل القصة دي لكل المشاهد ان احنا بنتكلم من ارض الواقع، بنستمع للمواطن، بنستمع للاحزاب، عشان نوصل لحوار وطني بنستمع فيه لاراء الاخرين والراي الاخر، والاختلاف في الاراء لا يفسد الوطن قضيه. النهارده طبعا كان الصالون السياسي لحزب مستقبل الوطن خاص بوسائل تحفيزيه للاستثمار السياحي، وهو طبعا كان الانطلاقه بتاعته كانت دعوه السيد الرئيس للحوار الوطني لجميع الفصائل وجميع الاحزاب والقوى السياسيه. فالنهارده كان موجود خبراء من قطاع السياحه وصناعه السياحه، موجود ممثل في وزاره السياحه، موجود السادة النواب أعضاء مجلس النواب والشيوخ، كل حد عنده دراية وخبرة بالمجال واتكلم طبعا في أمور متنوعة خاصة بالاستثمار وكيفية الاستثمار وعوامل جذب المستثمر الداخلي والخارجي في المجال. والله أنا سعيد جدا بدعوتي لهذا الندوة والحوار، لده تمهيد للحوار إن شاء الله الوطني اللي هيتم قريبا. أعتقد أن الآراء من الكوكبة اللي كانت موجودة من الخبراء ومن النواب
كانت رائعة وأثرنا فيها موضوعات كتيرة جدا، أعتقد أنها تبقى نواة جيدة جدا للحوار الوطني، بحيث أننا نطلع بنقط وموضوعات محددة ننطلق بها للسياحة المصرية للأمام إن شاء الله. التحفيز للاستثمار السياحي هو ملف هام جدا بتعنى به الدولة وبتعنى به وزارة السياحة والآثار لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي. النهاردة اتكلمنا على ايه اللي ممكن تكون معوقات، ايه هي المحفزات اللي ممكن المستثمر سواء المصري او الاجنبي ممكن يكون بيدور عليها. مصر بتزخر بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية والأثرية اللي ممكن التعظيم عليها بالاستثمار السياحي لجلب أعداد أكبر من السياحة. كل الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا في حضور اليوم الصالون الثالث السياسي لحزب مستقبل الوطن بشأن عوامل تحفيز الاستثمارات السياحية. وكما اعتدنا في الصالون الأول والثاني كنا حريصين جدا على أن نفعل وبشكل كبير الحلول المطروحة على الساحة لحل أهم القضايا الموجودة معنا اليوم. ولعل قضيتنا اليوم قضية تحفيز الاستثمار السياحي تعتبر من أهم موضوعات الساعة ومن أهم الحلول المطروحة أيضا للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي هي بتطلع بأجواءها على كل دول العالم.